أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف بإجمالي ملياري جنيه في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين. وفي بيان أشارت الوزيرة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه، مؤكدة أن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري.